فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إن زوجته تقصر شعرها وتبالغ في تقصيره، يقول وقد نهيتها عن ذلك وأنه يجب أن تطيعني، فترد بأن هذه حرية شخصية وتدخل مني في خصوصياتها، يقول ما توجيهكم لي ولها في ذلك وفقكم الله. نعم، هذه قضية الآن صارت في الناس، وهي الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية التصرفات. ما هنا حرية، حدود الشرع. الحرية في حدود الشرع، أما الحرية التي تتعدى حدود الشرع فهي ممنوعة وباطلة. نعم، نحن عباد الله مسلمون، نمتثل أوامر الله عز وجل. نعم.